ربما يعتمد إنجاز مهامك الصباحية على أول شيء تضعه في فمك، أي وجبة الفطور، ولهذا فإن تناول فطور بروتيني يفيدنا بصحة جيدة ويبقينا بصحة جيدة، وهذا ما أوضحته دراسة في موقع Eating Well. الدراسة وجدت بأن البدء بوجبة بروتين يساعد في الحفاظ على مستويات السكر بالدم وصحة القلب، إضافة إلى أنها تمدنا بطاقة كبيرة. ومن أفضل هذه الأطعمة التي أوصت بها الدراسة أولها الزبادي اليوناني، حصة منه كافية لبدء اليوم بجرعة سخية من البروتين، فيما يعد جبن القريش خياراً مناسباً بسبب محتواه العالي من البروتين. أما البيض فهو خيار كامل للبروتين لأنه يوفر الأحماض الأمينية التسعة التي لا يصنعها الجسم بمفرده، بينما يحتوي نصف كوب من التوفو على 22 جرام من البروتين. كذلك السمك السالمون يحتوي على نسبة عالية من البروتين، إضافة إلى أنه غني بفيتامينات أخرى. وبالطبع الديك الرومي يعتبر من الخيارات المناسبة للفطور لما يحتويه من بروتين وفيتامين. وأخيراً يوصي الخبراء بتناول مخفوق البروتين الجاهز للشرب ليعطينا دفعة إضافية خلال النهار. هذه معلومات كلها مهمة، وأهمها أن البروتين يشعرنا بالشبع لفترة طويلة. طيب خلونا نروح للسوشيال ونشوف نصيحة عمر المصري عن تناول أفضل الأطعمة الغنية بالبروتين في الفطور واللي ممكن نبدأ فيها نهارنا. أحسن الأكلات اللي ممكن تأكلوها بوجبة الفطور أول ما تصحوا من النوم، أول نوع البقوليات مثل الحمص والفول، لأنه فيها كربوهيدرات وفيها بروتين وفيها كمان ألياف، فبيحسسوك بالشبع لفترة كثير طويلة. تاني نوع اللي هو الأجبان والألبان، وتحديدا الجبن البيضاء أو القريش، ولأنها بتحتوي على بروتين كثير عالي بالنسبة للأجبان والألبان، وفيها كمان كالسيوم بنسبة جيدة جدا، ولأنه البروتين اللي فيها كمان كازين فهو بطيء الامتصاص، فالبروتين اللي انت راح تاكله على الفطور راح يضله مستمر معك لفترة طويلة بتدوم لـ8 ساعات او لـ10 ساعات. ثالث نوع اكيد اكيد حبيب الملايين البيض. البيض فيه بروتين وفيه دهون صحية وفيه فيتامينات مو طبيعية، كل الفيتامينات اللي بالعالم موجودة في البيض، والبيض برضو رح يحسسك بالشبع لفترة كثير طويلة. النوع الرابع اللي هو الشوفان، للناس اللي بيحبوا انهم ياكلوا اشي حلو الصبح او سويتي، بامكانهم يعملوا شوفان مع حليب مع معلقة عسل او الموز او سكر دايت، فالشوفان فيه نسبة معادن ونسبة فيتامينات وفايبر كثير عالية، فبرضو بتخليك انك تشبع لفترة من الزمن. نرحب في الاستديو بالشيف لؤي الحريري. يسعد صباحك شيف لؤي. يعني صراحة سفرة تفتح النفس وكلها معتمدة على أساسي في الفطور اللي هو البروتين. طبعاً تماماً كل ما ذكرتي ستريم موجود عندنا اليوم بالسفرة يعني يمكن الناس أحياناً يقولوا إنه إيش الخيارات اللي عندنا، طب أنا ما عندي خيارات كثير. ما شاء الله شوفوا إيش عندنا. حنروح إن شاء الله بعدة أطباق، هن 7 أطباق ومعظمهم من البروتين. نعم. فحتكون فائدة للسادة المشاهدين. يلا خلينا نشوف وصفات مميزة إن شاء الله لفطور بروتيني وشهي. خلينا نبدأ مع جبن القريش أو القريش مع العنب الأسود المشوي. يا سلام. هذا هو هذا الجبن. طيب خليها عندك بس يا شيف. هذا طبعا معروف انه جبنه القريش قليله الدسم مليئه بالبروتينات طبعاً. وايضا لما نحط عليها كمان العنب الاسود المشوي. العنب فيه له ماده تحديدا هي اللي بتنشط الدماغ وبتخلينا نصحصح وتغذي الدماغ، فصراحه الكومبينيشن اتوقع طعمه ده لذيذ. تماما. طيب كمان عندنا ايش الوصفه الثانيه؟ الوصفه الثانيه عندي الشوفان. عندي الشوفان مع الموز المطبوخ على الجريل والمكسرات. هذا كيف نعمل الشوفان؟ الشوفان غليته مع حليب جوز الهند. وحطيت له لاخذ الحلاوه بدل السكر، حطيت له تمر عشان الحلاوه. وغليته مع حليب جوز الهند. صراحه ده الاختيار جميل جدا. طيب وعندنا كمان البيض قلنا اساسي في الفطور او اول شيء ما الواحد ياكل. تمام. لكن بطريقه البندكت او البندكت. خلينا نحضر مع بعض. يلا نحضره مع بعض 10 ثواني ان شاء الله.
طيب ايش عندنا؟ عندنا الواكامولي بريد، الواكامولي اللي هو خبز المكسرات. الله، بعديها الواكامولي مليء بالبروتين، خبز المكسرات والدهون، والواكامولي طبعا اللي مصنوع من الافوكادو اللي مليء بالدهون الصحيه اللي برضو نحتاجها. وفوقها عاد ايش حنحط؟ فوقها البنديكت البيض. طب قول لي، اديني سر واديني كده تركات عشان اعرف انا اعمل البيديكت. البيض على الماء، على الماء، على المي المغليه، بغلي المي. طيب مع المي بحط شويه ملح وبحط فينيجر او عصير الليمون. بعدين بحط البيض وبحركهم شوي شوي ليطلع معي هذا الشكل الحلو. سهله والله. ايه سهله. يا ترى تطبيقها سهل زي ما بتقولها كده يا شيف؟ تماما، حجربها. تماما. جميل جدا صراحه. فهذا البيض اللي يعتبر البيض المسلوق ولكن بطريقة البنديكت. البنديكت طيب جميل جدا صراحة، شيء يفتح النفس. طيب وأنا للبنديكت كمان محضر له صفار البيض. هي صلصة صفار البيض. يا سلام، هذه عادة صلصة سرية يا شيف، أنا أول تماما مرة أشوفها. بس لنزيد نسبة البروتين بصحننا. ممتاز، جميل جدا. طيب كمان خلينا ناخذ طبق اخر عندنا، طبق دقيق الشوفان المخبوز. تمام. كيف الشوفان المخبوز؟ طبق الشوفان المخبوز. المخبوز. تمام. دور عليه عاد. هذا هو طبق. عندنا هو ده الشوفان اللي هنا. تماما، هذا هو. هذا هو يعتبر. هو البكويت او الحنطه السوداء بيسموها. طبختها بحليب جوز الهند وحليب اللوز. حلو. وبعديها عندي الإنجاص طبخته مع عصير الشمندر. وعندي هون المكسرات بشكل مسطح على الفرن ليطلعوا بهذا الشكل. الله. كريسبي وبهذا الشكل. والله طبق مليء بالبروتين والدهون الصحية صراحة بنحتاجه في بداية يومنا. طيب كمان صار مهم كثير عند كثير ناس إنهم يأكلوا اللي هو الزبادي اليوناني. تمام. لأنه غني بالبروتين، قليل بالدهون ومليء بالبروتين المفيد اللي بيحتاجه. كيف يعني ممكن نأكله في الصباح؟ الزبادي اليوناني، أنا عملت هون صحنين بالزبادي اليوناني. عملت زبادي يوناني مع الموز المطبوخ على الجريل، وعملت زبادي يوناني مع صلصة المانجو وصلصة الفريز. الله. وهي هون الشوكولا، عندي التوفو، نشفنا التوفو لمدة يومين بالماكينة، وبعد اليومين خلطناه مع الشوكولا وطلع لنا بهذا الشكل الحلو. الله والله شيء يفتح النفس يعني. والبلوبري طبعا معروف مضاد أكسدة وجميل ومليء بالفيتامين. تمام. اللي بتجدد نشاطنا دائما صراحة، شيء حلو. كمان عندنا سلطة الكيل مع المانجو. الكيل مع المانجو، وحنزيد عليها التوفو بحكم التوفو نسبة البروتين عالية. يلا ورينا. طبعا الكيل يعتبر من السوبر فود، والعصير الأخضر بيستخدموه فيه وجدا جدا مفيد لصحتنا. عندي هون الأعشاب الميكس مع البطاطا الحلوة. حلو. بزيد عليهم رمان. بعد الرمان بزيد الكينوا كمان بروتين عالي بالكينوا. يا سلام طبعا، وتشبع وهذا أهم شيء. برجع بزيد المانجو، وهون عامل لها هو صوص الرمان، عامل له رجوس مع الـ مع الـ مع الـ مع الليمون جوس. يا سلام. ومع الخردل. الله الله. بحيث تكون نسبة السكريات صفر. والله أنا هذه الأشياء أكلها طوال يومي مو بس في الصباح يعني صراحة، شيء غني وبالبروتين والفيتامينات ومفيد جدا وصحي، وهذا شيء. وأهم شيء إنه يفتح النفس يعني. شوف طريقة التقديم ووجود هذه الألوان كلها بتخلي الواحد كده يشعر بالسعادة. طيب عندنا كمان على الصحن. لا. يعني على السريع عشان على باقي السريع. عندنا تماماً. طبق أخير. تماما. سلام يا سلام. ونحط عليها التوفو. التوفو فيجيتيريان. ونزيد عليها البرتقال. يا سلام يا سلام، دلع من الصباح صراحة. طيب خلينا على السريع كمان يا شيف نشوف السلطة اللي بالسالمون، والسالمون جدا بروتين مهم ومفيد وغني بالأوميغا 3، وصراحة مين ما يحب السالمون؟ السالمون مرة لذيذ. عندي هون السالمون.
بس عامل كيف عامل السالمون؟ عامل له جريل بوتيتو، عامل له بطاطا. البطاطا خلطتها اللون الاصفر من الكركم، خلطتها بالكركم وحشيت البطاطا بالافوكادو وفوق منها حطيت السالمون، وبعد السالمون شويه اعشاب بس للزينه. يا سلام، والله يا شيف مبدع وشيء يفتح النفس على الصباح. كمان شفت هنا في الورود القابله للاكل هذه ايضا اللي بتتحط ممكن كمان مع السلطات بتدي طعم وشكل حلو كمان. واخر خطوه للسالمون نحط لها زيت السمسم، زيت السمسم مع الثوم. يعني خصوصا كذا في اجواء الصيف الواحد بياكل فطور شويه متاخر وبيكون زي كذا اشياء منعشه ومفيده ومليئه بالبروتين والفيتامينات ايضا المتنوعه. يعني صراحه عندنا وصفات مختلفه جدا لجميع الاذواق. تسلم يدك شيف وشكرا على هذه الاطباق الجميله شيف لؤي الحريري، شكرا لوجودك معنا.